ماشي باب يلا بس ما كل خير ما نشوف هاي تكون ولا لا يلس والاخر احلى هالمره هذه أكلة مصرية أوكي مرة هذه أكلة مصرية يسمونها حلويات عبارة عن كبدة كراهوي رقة بطيخ ما أعرف أشياء كثيرة من هذا النوع خلينا نشوف الشباب كيف يكونون وياها ارجع ارجع هي ورا 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 لا لا يلس 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 لا يلس خلك ها لا اي هي يلس اي يلس يلس هو يلا ايه ايه ضرب لا ايه بتضربون بقوم بكفخ فيكم اثنينتكم فلاش وي بس شر فلاش اي بس بس يا حمار بس قم ايه كوكازيين شبر عادي الحياة حلوة قبل ها ارجع ارجع يا ثولج